السلام عليكم الطلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين 9 من تي دي ديالنا بيو ستاتستيك اس في تي اي 6. دونك بالنسبة للتمرين 9 كيقول اذا من خلال هذا التمرين هذا كنلاحظوا ان عندنا لي تيت سور لو تريتمون دي زو ايزي. اذا هنا خدينا واحد 8 بخيليفمو ودرنا عليهم دو تريتمون، لولي الفيبر دو فير دو فير اي الثاني د افيك بابي. دونك بالنسبه للتمرين ديالنا عندنا 8 د بخيليفمون فيلتري بار دو ميثود، يعني درنا عليهم جوج ميثود. قبل ما نبداو التمرين ديالنا اول حاجه خصنا نحدو لي كار. دونك بالنسبه لهذا التمرين هذا خصنا نحدو واش كاد الكومطاج ولا بروبورسيون ولا نورمال اولا دو ايشونتيون انديبوندون اولا دو ايشونتيون ليي. بالنسبه لنا هنا عندنا واحد الجروب درنا عليه جوج تريتمون جوج تجارب. اذا بالنسبه للكاد دو ايشونتيون لي انديبوندو ما دخلاش حتى لي كا اخرين ما غاديش يدخلوا، كتبقى لنا كا وحده اللي هي دو ايشونتيون لي هاد كا هادي كنديروا فيها دائما واحد الجروب كندرسوا عليه جوج تجارب. اذا هنا قلنا عندنا 8 بخيليفمو درنا عليهم جوج تجارب. السؤال ديالنا هو ايسوكو لو فيلتر دو فير على ميم افيكاسيتي كو لا بابي فيلتر. اذا هنا في التمرين هذا درنا اي ساجي دو كومباري لي مويان دو دو ايشونتيون لي، يعني كنكومباريو المويان دو واحد دو ايشونتيون في نفس الجروب لي اون ترافي سور لا ديفيرونس. هنا كنديرو ديفيرونس ما بين الريزلتا ديك التريتمون في نفس الجروب. اذا بالنسبه لهذا التمرين هذا قلنا المراحل ديالو، اول مرحله كنديروها هي كنجمعوا المعطيات اللي غادي نحتاجوهم، لان هنا لي فالور دو لا ديفيرونس لي فالور دو لا ديفيرونس هاد لي فالور دو لا ديفيرونس هما اللي غادي نخدمو بهم في التمرين، ما غاديش نحتاجو اللي كيتعطاونا مع التمرين. علاش؟ حيت هنا لي فالور دو ديفيرونس كيعنيونا ان هما النتيجه ديك الجروب واحد متحده. دونك بالنسبه لي فالور ديفيرونس كيفاش كنخرجوهم؟ كنمشيو للجدول المعطيات ديالنا كنشدو عندنا بالنسبه للتريتمون الاولي ناقص د الثاني، بحال عندنا 68 ناقص 64 اللي هي عندنا 4 اي 86 ناقص 75 اللي هي 11 وانت ماشي 19 14 4 18 6 14. دونك ملي كتحدد لي فالور دو ديفيرونس ديالك كدير التريتمون الاولي ناقص التريتمون الثاني كيعطيك هادي هما النتيجه ديالهم موحده لواحد الجروب. هنا كيبقى هاد لي فالور هادوما ما غاديش نحتاجوهم، غنبقاو خدامين غير على هادو. دونك بالنسبه ملي كتحدد لي فالور ديالك دو ديفيرونس كيبقى لك انك تحسب المعطيات اللي غادي تحتاج في التمرين. عندنا لا سوم دو ديفيرونس اي لا سوم دو ديفيرونس او كاري اي مويان دو ديفيرونس اي ليستيماسيون دو ديفيرونس. اي ان كتاتا اذا هادو هما المعطيات اللي خصني نقلب عليهم باش نحتاجهم في التمرين. دونك بالنسبه لا سوم ديفيرونس كيفاش كنخرجوها؟ قلنا عندنا هنا لي فالور ديفيرونس كنديرو لا سوم د دي اللي هي كنجمعو هادوك كامل هذيك لي فالور، عندنا 4 زائد 11 زائد 19 زائد زائد حتى كتكملو حتى 14. دونك هادي هي لا سوم د دي لي ريزيطا ديالها ديريكت كتجينا 90. اذا عندنا لا سوم دو دي او كاري،
يعني كل واحدة أوكاري لا الصوم ضد دي أوكاري كنجي كندير هادي أوكاري زائد هادي أوكاري زائد هادي أوكاري حتى للآخر نفس لي فالو واللي كتساوي لنا القيمة ديالها 1266. وبالنسبة للمويان ضد ديفيرونس مويان ضد ديفيرونس كيساوي لنا لا الصوم ضد دي لا الصوم ضد ديفيرونس على إن اللي كتساوي لنا هي لا صوم ضد دي خرجنا هي 90 وان كتعطينا في التمرين هي 8 هي ديك 8 بخيلي مو اللي كتساوي لنا 11.25 نعنا 11.25 او ليستيماسيون ديالنا ليستيماسيون دو ديفيرونس كتساوي لنا لا صوم ضد ديفيرونس او كاري ناقص لا صوم دو ديفيرونس الكل او كاري سور ان ناقص واحد لا صوم دو ديفيرونس او كاري هي خرجناها لا صوم دو دي عندنا او ان كتعطى دونك يبقى لك تطبيق عددي عندك 100266 ناقص 90 على 8 على 8 ناقص واحد اللي القيمه ديالها ديريكتومون 36.21 و ان كتعطى هي 8 دونك هادو هما المعطيات اللي غادي نحتاجو في لي زيتاب لي ماجين غنخرجو بهم التمرين عندنا هادو كتحدد لي فالور دو ديفيرونس وكتحدد هاد القيم هادو غنحتاجهم في العلاقات دونك دابا كنمشي كتدخل ديريكت نتخرج لي زيتاب اخرين بالنسبه هادو كيفاش كيتحدوا هادو هما العلاقات ديالهم هادو هما الطريقه ودابا غادي نشوفو لي زيتاب اللي باقينا اخرين بالنسبه ملي كنحدوا هذا لي زيتاب هادو كتجينا اول مرحله اللي هي اون ديفيني ليبوتيز دائما كنديروها اون ديفيني ليبوتيز وبالنسبه ليبوتيز ديالنا في التمرين هذا انها ليبوتيز الاولى يكون عندنا المويان الديفيرونس كيساوي لنا صفر كونتر المويان ليبوتيز الثانية المويان الديفيرونس يخالفنا الصفر يعني اما غادي يجينا المويان ديفيرونس كيساوي لنا الصفر يعني كنانيليو بلي هذا الفيغ هو نفسه هذاك او لا يكون كيخالف يكونوا كيختلفوا دونك ملي كنحدد ليبوتيز ديالي كديفيني ليبوتيز كتجيك المرحله الثانيه اللي هي اون كالكول اون كالكول تي اوبسيرفي تي اوبسيرفي حيت هنا في التمرين ديالنا ما عندناش شي الفاريانس مذكوره ما عندناش القيمه ديالها اذا غنخدموا بالتي اوبسيرفي تي اوبسيرفي كتساوي لنا عندنا المويان دو ديفيرونس على الجذر ليستيماسيون دو ديفيرونس او كاري على ان علاش هنا درنا تي حيتاش ضروري غادي نخدمو بليستيماسيون وفين ما درنا تي كتكون عندنا ليستيماسيون حيت الفاريونس كتكون ما كايناش في التمرين ما عندناش القيمه ديالها دونك بالنسبه لهادي كيبقى لك تطبيق عددي المويان ديفيرونس هو هذا 11.25 اي ليستيماسيون ديفيرونس 33.21 على 8 اذا القيمه ديالها كتساوي لنا تي اوبسيرفي اللي هي 5.29 اذا حتى هنا ملي كنحدو تي اوبسيرفي كتبقى لنا المرحله الثالثه اللي هي كنفيكسيو فيها الفا باش نحدو تي ليميت دونك غادي نمسح هادو نكتبوهم في الوراق باش تبقاو ماشيين معايا لي زيتاب فايطا قلنا المرحله الثالثه
اللي هي اون فيكس الفا. الفا هنا بالنسبه للتمرين ما حددناش القيمه ديالها، اذا هنا غادي نخدموا بهم ثلاثه، يعني 5%، 1%، اي 1000 بور اون اوبتيان. تي ليميت. بون، بالنسبه الفا كتساوي لنا 0.005، غنحددو لها تي ليميت ديالها شحال كتساوي. اذا غادي نمشيو غنطبقو لي غولاسيون لي تعلمنا لهم في اللولي لي عندنا هنا. باش نحددو تي ليميت كنستخدمو الفا باش كنجبدو البروبابيليتي، وكنستعملو الجدول ديالنا. عندنا الفا كتساوي لنا 0.05، هنا 0.05 اللي كنحددو بها البروبابيليتي. هنا عندنا ناقص الفا على جوج، هنا الفا على جوج، هنا بي. دونك قلنا هاد المجال هذا ما كنخدموش فيه، كتبقى لنا اننا نحدو بي و الفا على جوج. عندنا الفا زائد بي كتساوي لنا واحد، اذا بي كتساوي لنا واحد ناقص الفا، دونك بي كتساوي لنا واحد ناقص 0.05، اذا كتساوي لنا 0.95، هذه هي بي ديالنا. اذا بي على جوج كتساوي لنا 0.05 على جوج، اللي هي 0.025. دونك هذه هي بي على جوج، الفا على جوج، واللي بي زائد الفا على جوج كتساوي لنا 0.95 زائد 0.025 اللي كتساوي 0.975. دونك حتى هنا مزيان كتكون حددتي القيمه اللي غتقلب عليها في الجدول اللي هي 0.975. وهنا بالنسبه لهذا التمرين هذا قلنا خدامين في اللوا دو ستودنت، يعني غادي نخدموا في الطابلو تي لان هو هذا ماشي نورمال. هنا بالنسبه لالفا 0.5 غادي نجيو للقيمه ديالها اللي لقينا هنا بي زائد الفا على 0.995، غنديروها في العمود الفوقاني. وهنا بالنسبه للعمود هذا كنديروا ان ناقص واحد، علاش؟ حيت هنا عندنا واحد الجروب. دونك هنا عندنا 0.975، يا هي كنجيو كنديروا عندنا ان كتساوي لنا 8، يعني ان ناقص واحد كنديروا 7. دونك عندنا 7 مع 0.995 اللي هي 2365، 2.365. دونك هادي هي تي ليميت ديالنا. كتبقى لنا القيم اخرين غادي نديروهم ديريكت حيت كيتحسبوا بنفس الطريقه. الفا كتساوي 0.01 لي تي ليميت ديالها كتساوي لنا 3.493، و الفا كتساوي لنا 0.001 تي ليميت ديالها كتساوي لنا 5.405. دونك حتى هنا كتكون حددتي الفا، حددتي تي ليميت ديالك، كتبقى لك انك كومباري كل تي ليميت مع زيد اوبسيرفي اللي حسبناها اللي هي 5.29. باردون، تي ليميت تي اوبسيرفي اللي هي 5.29. كنكومباريو هادي مع هادو ثلاثة، إذا اللي هي المرحلة الرابعة عندنا تي اوبسيرفي مع تي ليميت. هنا كنجيو كنشوفو عندنا 5.29 مع 2.365،
دونك تي اوبسيرفي كبيرا تي ليميت دونك كنباسي هادي كنجينا هادي عندي 5.29 3499 هادي كبيرة دونك كنباسيها كنجي نادي كنلقى هنا 5.29 هنا 5405 دونك تي اوبسيرفي صغيرة من تي ليميت هنا كنأكسبتي عندي هنا تي اوبسيرفي اللي هي جوج 5.29 مع تي ليميت لقينا هنا كنأكسبتي 5.405 دونك تي اوبسيرفي صغيرة من تي ليميت اون اكسبت اون اكسبت ليبوتيز اش زيرو الريسك واحد الف هنا فين كتاكسبا ليبوتيز اش زيرو بالنسبة خمسة في المية واحد في المية انغوجي عندنا انغوجيت انغوجيت ليبوتيز في واحد في المية اي خمسة في المية دونك حتى لنا الشباب كنكونوا سالينا المراحل ديال التمرين هذا واللي حتى هو تمرين مهم كيتحطوا على النقط في الامتحان دونك هادو هما لي زيتاب ديالو وحاولوا تكتبوا هادشي في الوراق باش تفهموا اكثر بالنسبه كيفاش كنحددوا الزيد ليميت ولا التي ليميت هذه هي الطريقه ديالها دونك حتى انا كنتمنى يكون كلشي مفهوم وحتى الا ما كنتيش حاجه مفهومه امكانكم نزلوها في لي كومونتير وكنتمنى يكون فيتكم شي حاجه ونتلاقاو في الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله الله يعاون